بسم الله الرحمن الرحيم. احنا زي ما احنا عملنا فيديو، ان شاء الله عملنا فيديو اللي هو شرح القصة الجزء الاول من كتاب الايام. النهاردة ان شاء الله هنحل كده كتاب كيان على القصة، هنحل الجزء الاول كله ان شاء الله. فانت اسمع الفيديو بتاع الشرح وبص على الحل عشان تكمل افكار عن القصة. ده الفصل الأول، خيالات الطفولة. بيقول السؤال، بيقول: كان الصبي يعرف أن الفجر قد بزغ. هقوله عندما يسمع به تبقى سمع صوت النساء يتغنين. السؤال التاني: كان خوف الصبي من العفاريت يكشف عن سعة خياله. احنا قلنا لأنه كان بيتخيل العفاريت. السؤال اللي بعده 41: كان بين الدار والسياج خطوات قصار. السؤال اللي بعده: كان الصبي يعتمد على قصب السياج مفكرا مغرقا في التفكير حتى يرده لما حوله صوت الشاعر العذب. احنا قلنا لما كان بيخرج للسياج كان دايما بيسرح في خيالاته اللي كان بيرجعه تاني للدنيا ويخليه يركز صوت الشاعر، وده يدل على حب الصبي للايه، للادب. السؤال اللي بعده اللي هو 43: الحالة النفسية المسيطرة على من في البيت أثناء وجود الأب هيبقى الرهبة. السؤال اللي بعده 44: كان الصبي لا يشكو من السائل الذي يؤذيه. ده بيدل على عزة نفسه، لأن احنا قلنا كان يكره أن يكون شكاء بكاء مثل أخته إيه الصغرى. السؤال اللي بعده: هنا يعرف الصبي بزوغ الفجر اللي كان بيحصل. كان يغني ويصيح ويوقظ أخواته. احنا قلنا كان بيستدل على بزوغ الفجر من صوت النساء اللي كانوا بيغنوا راجعين وقد ملأنا جرارهن، فكان بيبدأ يغني هو ويصيح ويوقظ إخواته حوالين منه يعني. السؤال اللي بعده: كان الصبي قدر أن أخته ستقطع عليه استماعه، فكانت تصيبه حسرة لاذعة لأنه عارف أن هو تمنعه من سماع أناشيد الشعر. كان الصبي يحسد الأرانب لأنها كانت تتخطى السياج وهو لا يستطيع ذلك، يعني كانت بتعدي السياج وهو لأ. السؤال اللي بعده: عدم استطاعة الصبي كشف وجهه أو إخراج أحد أطرافه هتبقى الإجابة دال، لأنه يخشى أن يعبث به أحد العفاريت، لأنه كان بيتخيل إن لو ساب جزء من أطرافه بره اللحاف هتعبث به العفاريت. الموضوعات التي تناولها الشاعر حسن هتبقى الإجابة دال: سيرة أبي زيد وخليفة ودياب. السؤال اللي بعده: كان من العسير على الصبي أن يتخطى السياج بسبب تلاصق اللي هو ايه، تقرب قصب السياج. قلنا ان هو ما كانش بيقدر يتخطاه، وقلنا ان هو كان بيحسد الارانب لانها بتتخطاه. كان الصبي يحب الخروج من الدار اذا غربت الشمس. السؤال اللي بعده: وسيلة الصبي للوصول الى مجلس الشاعر هيبقى السياج، الحتة اللي كان بيقف فيها وعشان يسمع للشاعر هو الايه، السياج. السؤال اللي بعده: احب الصبي الخروج من الدار عند الغروب بسبب الاستماع او ان هو حبه لانشاد الشاعر، كان عاوز يسمع لصوت الشعر. السؤال اللي بعده: ادله الكاتب لترجيح هذا الوقت. الادله اللي كان بيرجح بيها بدايه الوقت بتاعه قلنا اللي هو ايه، حركه الناس موج مستيقظ او مقبل على النوم. السؤال اللي بعده: ادله الكاتب تحكي ان الوقت لا يقع فجرا او عشاء، كل ما يلي اسف كل ما يلي ما عدا حركه الايه، الارانب عند تخطي السياج. اما احنا قلنا ان هو رجح الوقت فجرا او عشاء، قلنا بسبب ان حركه الناس كانت حركه بطيئه، واما حركه مقبل على النوم او مستيقظ من النوم. وقلنا كمان ان هو ايه، الضوء برضو كان ضوء خافت. طيب كل ده كان موجود، والبرد برد خفيف، يبقى كله ده موجود ما عدا حركه ايه، حركه الارانب. السؤال اللي بعده: كان السياج يمتد عن يمينه. كان السياج يمتد عن يمينه إلى القناة. عند تحديد الكاتب كان بيعتمد على إيه في تحديد عالمه؟ حاستي هيبقى السمع واللمس. طيب أقدر ظنه أن هذا الوقت كان فجرا أو عشاء، فيدل على الترجيح. قوله على جهة حقيقته النور والظلمة بيدل على عتمية عينه، أن نظره كان ضعيف جدا. الدليل على تعلق الشعر بنغمات أو الكاتب بنغمات الشعر يود أن يخترق سمعه الحائط. السؤال اللي بعده: الذكرى التي لا سبيل للشك فيها اللي هو متأكد عنها بنسبة كبيرة هيبقى إيه؟ السياج. السؤال اللي بعده: ليه؟ لأن السياج دايما كان مرتبط بخياله.
السؤال اللي بعده، وضح وضع الكاتب للفصل عنوان خيالات الطفولة بيدل على سذاجة الطفولة. كل هذه من صفات السياج ما عدا ظله الكثيف، هو الأطول من قامتي ما بقدرش أتخطاه، يبقى ما عدا إيه؟ ظله الكثيف. السؤال اللي بعده، اليوم المجهول الذي لا يستطيع الكاتب تحديده هيبقى أول ما يدرك من طفولته. السؤال اللي بعده، كان الصبي يألم حين تقطر أمه السائلة في عينيه، فده كان بسبب إيه؟ قال إن هو طب كان الصبي يقرأ أن تقطر أمه ولكنه لا يشكو ليه؟ لأنه يكره الشكوى والبكاء، قلنا مش عاوز يكون زي أخته الصغرى شكاء بكاء. كان الصبي، السؤال اللي بعده، كان الصبي يحب الأرانب لأنها بتستطيع تخطي السياج، وده يدل على إيه؟ حب الانطلاق، حابب إن هو يتحرك أكتر. الوقت الذي رجحه الكاتب قلنا كان فجرا أو عشاء. كان تخطي الصبي للسياج عسيرا ليه؟ والسبب أن قصب السياج كان متلاصقا وأطول من قامته. سؤال 68، كان الصبي لا يخاف أصوات الديكة لأنها إحنا قلنا تأتيه من بعيد، الأصوات اللي كانت قريبة منه كان بيخاف منها، واللي بعيد عنه ما كانش بيقلق منها. وأشد الأصوات، السؤال 69، أشد الأصوات تخويفا هي أصوات بتأتيه من جوانب الغرفة اللي هو ألف. من العادات الموجودة في الريف الآن من خلال الفصل الأول تربية الطيور. السؤال اللي بعده، كان قصب السياج يمتد عن شماله حيث كان قصب السياج يمتد بيمتد عن شماله حيث لا يعلم. السؤال اللي بعده، دلالة من حيث لا يعلم، دلالة جلوس الناس حول الشعر ارتياحهم لسماعه بعد علاء الإيه؟ بعد علاء النهار. طيب بعد كده، دلالة حرص النساء على أن يمنعن جرارهن بيدل على إيه؟ أولا نقاء ماء النيل في الوقت ده، واتنين مفيش مياه في البيوت يبقى عدم توفر المياه. كان آخر الدنيا من هذه الناحية قريبا جدا، المقصود آخر الدنيا هيبقى القناة. السؤال اللي بعده، واحدة مما يلي ليست من طقوس الأب إن هو يوقظ أهل بيته، هنا بيتوضى ويصلي ويبدأ من الإبريق بتاعه، يبدأ بالإبريق ويتوضى ويصلي ويقرأ الورد بتاعه من القرآن، وبعد كده يشرب القهوة بتاعته وبيخرج. بدأ الكاتب الحديث عن ذكرى عن يوم مجهول. السؤال 77، قال الكاتب لا يذكر لهذا اليوم اسما ولا يذكر أن يضعه حيث وضعه الله من الشهور. طيب يفهم من ذلك، من هذه العبارة، إن هو طول العهد بين الذكرى والطفولة. طيب الكاتب كان دايما بيقول، قال الكاتب لا يذكر هذا اليوم، كلمة لا يذكر دي ايه؟ قال دي لازمة اسلوبية. يعني ايه لازمة اسلوبية؟ عادة من عادات الكاتب بيكتب بيها. السؤال اللي بعده، قال الكاتب لا يذكر هذا اليوم اسم ولا يستطيع ان يضعه. كل ده من سمات اسلوب الكاتب، ما عدا سمات اسلوب الكاتب ما عدا اعتماده على السمع وحواس اخرى غير البصر. السؤال اللي بعده، الادلة التي ذكرها الكاتب في ترجيحه كلها ادلة ايه؟ أدلة منطقية. ليه منطقية؟ لأنه أقنعني، هو اتكلم بصورة واضحة، قال إن أنا مثلا إن الأدلة بتاعتي إن كنت أنا مثلا بشوف ضوء بسيط بحركة الناس، فكلها تعتبر أدلة إيه؟ أدلة منطقية. السؤال اللي بعده بيقول لي، قال الشاعر لم يأنس من حوله حركة يقظ من حوله حركة يقظة قوية، وإنما أنس حركة مستيقظ من النوم. ده بيدل على قلة الناس حوالين منه. اللي بعد كده، خيال الصبي نحو العفاريت بيدل على سعة خياله. فاللي بعده، قال الكاتب يعتمد على قصب السياج مغرقا، كل ذلك يفهم من ذلك كل ما يلي ما عدا يفهم من ذلك كل ما يلي ما عدا صخب صوت الشعر. يعني صوت الشعر ما كانش اللي هو مش كويس، لا ده كان كويس بالنسبة لهم وكانوا بيحبوا الاستماع إليه. كان الصبي يعتمد على قصب السياج مفكرا مغرقا حتى يردوا ما حوله صوت الشعر، دلالة الجملة تعلق الصبي بالأدب منذ صغره. السؤال اللي بعده، وكان الشاعر ينشد الناس في نغمة عذبة وهم سكوت إلى حين يستخفهم الطرب. يفهم من ذلك إيه؟ تفاعل الناس مع الشعر.
كان الصبي يقدر أن أخته ستقطع عليه إنشاده وتحمله كالسمامة، فبيدل على إيه؟ نحافة الصبي وضآلة جسمه. السؤال اللي بعده، قال الكاتب يذكر أنه لا يخرج ليله إلا موقوفه من السياج. يفهم من ذلك أن الكاتب بيحب الخروج، ليه؟ يدل على حسه المرهف. السؤال اللي بعده، وكان يخاف أشد الخوف أشخاص اللي تمثلها، وده أمام الغرفة، لما احنا قلنا بتخيل إن في حاجات بتتحرك قدام باب الغرفة، فيدل على اهتمام أهل القرية بهذه الطقوس المتصوفة في الموالد يعني. الصفحة الأخيرة في الفصل الأول، يذكر أنه كان لا يخرج ليلة إلى موقفه من السياج إلا وداخله إيه؟ وفي نفسه حصل لزعة. فتعبر هذه العبارة عن كل ما يلي ما عدا هروبه من الواقع إلى الخيال. يرجح ذلك لأن على جهة حقيقة النور، ده بيدل على إيه؟ إن الصبي بتاعنا لم يولد أعمى، إن هو لسه كان بيشوف بسيط كده، إضاءة أو بيشوف بصورة بسيطة. فتحمله بين ذراعيها، يمكن وصف الصبي إن هو خفيف الوزن، والدليل إن أخته بتشيله بين ذراعيها، فده يدل على خفة إيه؟ خفة وزنه. الصفة المناسبة للنساء، وقد ملأنا جراهن، النشاط والحيوية. حتى تنيمه على أرض الأرض وتضع رأسه على فخده، اللي هي أمه لما كانت بتضع في عينيه السائل، ده بيدل على اعتماد الأم على النساء وأشباه النساء في العلاج. وما كانوا ما كانش عندهم، كانوا بيصدروا فكرة الطبيب، فكانوا بيعتمدوا على علاج صغارهم على النساء وأشباه النساء. من خلال دراستك للفصل، ممكن تقول وسيلة الترفيه عندهم كانت ايه؟ هتبقى الشاعر ايه؟ الشاعر حسن. الفصل الثاني، كانت دنيا الصبي ضيقة لأنها بتنتهي عن يمينه بهذه القناة. طيب، ذاكرة الطفولة الكاتب وصفها بيه الغرابة. السؤال اللي بعده، يستطيع الشاب أن يعبر هذه القناة دون أن يصل الماء إلى إبطه؟ ده بيدل على تعبير يدل على ضحالة المياه. يستنتج من ذكرى الصبي للسياج قوة ذاكرته. عالم الصبي أو القناة بالنسبة للصبي عالم خيالي. عندما صار الصبي عن يمين القناة، وصل إلى حديقة المعلم وأكل فيها تفاح. المرأة التي كانت تأتي إلى بيت الصبي تقبله، زوجة سعيد الأعرابي. لم يكن الصبي يستطيع أن يبلغ من شاطئ القناة بسبب أقول له الأولى والثانية، اللي هي كلاب العدويين وسعيد الأعرابي. عندما وصل الصبي للقناة كان مستمتعا. وإنما رأى مكان السياج المزرعة وبيوتا قائمة وشوارع منظمة، نستنتج من ذلك الزحف العمراني. يبدو أن الصبي قد تخلى، إحنا قلنا الصبي تمنى أن ينزل القناة لعلها تبلعه السمكة، بس بعد فترة تخلى عن الأمنية دي. ليه؟ لأنه خاف من الأهوال قبل الوصول للسمكة، خاف من اللي هيحصل له قبل ما يوصل للسمكة. سبب خوف الصبي من سعاد الأعرابي إن هو كان شريرا وقد ماكرا سفاكا للإيه؟ للدماء. طيب، هذه القناة عالم مستقل، كل ذلك يدل على سمة من سمات الكاتب ما عدا اللي هي خبرة الصبي، لأنه ما كانش يعرف لسه حقيقته. كان المسحورون يطوفون على سطح القناة عند الشروق من أجل اللي تنسم الهواء. وجد الصبي في هذه الدنيا الضيقة مجالا من أو ضربا من اللهو واللعب. عدم ارتاح الصبي من كوابيس بسبب إزاءها له بخزامها. طيب، كل ما يلي من الكائنات التي تعمر القناة ما عدا، قال فيها تماسيح، فيها قوس مسحورون، فيها أسماك طوال، ما قالش ثعابين مياه ضخمة، يبقى ما عدا ثعابين مياه الضخمة. السؤال اللي بعده، تقوم شجرة التوت فين؟ قال وراء القناة. لما قلنا إن هو عبر القناة على كتف أحد إخوته، وكل من هناك ثمار التوت اللي الشهي أو اللذيذ، وكمان قطف النعناع والتفاح. ارتبط عنوان ذاكرة صبي بمفهوم السيرة الذاتية، ويدل على إن الكاتب بيعتمد على الذاكرة وحياة المؤلف. ما كان أحب إليه أن يهبط إلى هذه القناة لعلها سمكة من هذه الأسماك تزدرده فيظهر في باطنها بخاتم الملك، فكانت حاجته إلي شديدة. طب إيه كانت حاجته؟ قال إن رؤية ما وراء القناة عشان يطلع له عفريتين ويشيلوه إلى ما وراء إيه؟ القناة. السؤال اللي بعده، استدل الكاتب على ضآلة عرض القناة من قدرة الشاب على الوصول بين حافتيها. اللي بعده، على أنه كان يجد في هذه الدنيا الضيقة قصيرة محدودة من كل ناحية
ده يدل على ايه؟ يدل على حب الصبي لله، وكان عاوز يلعب اكتر. حب الصبي للايه؟ لله. على انه لم يكن يستطيع ان يبلغ من شاطئ القناة مسافة بعيدة بسبب ايه؟ بسبب قصة المخاطر المحيطة بالقناة. كل ما يلي من الاوصاف التي ذكرها الكاتب للقناة ما عدا شدة عمقها، تمثلت المخاطر عن يمين القناة وشمالها فيه، هتبقى كلاب العدويين وخيام سعيد الأعرابي. طيب كل ما يلي من ملامح القناة كما رسمها في مخيلته ما عدا عالم متصل بواقعه، لأنه ما قدرش يحدده أو يحدده. كل ما يلي من صفات المسحورين ما عدا يخرجون وقت الشروق فقط، دليل الكاتب على غرابة الطفولة، تذكر السياج والمزرعة ونسيان المصير بتاعهم. كان مطمئنا إلى أن الدنيا تنتهي عن يمينه بهذه القناة، لأنه والسبب في ذلك لأنه لم يكن يرى عرض هذه الإيه؟ عرض هذه القناة. تتصف القناة بكل ما يلي ما عدا لا ينقطع عنها الماء أبدا، لأن إحنا قلنا إن هي منقطع عنها الماء والأطفال بيطلعوا منها صغار الأسماك. ألم يكن يطمئن على أقل تقدير أن يحملوا أحد هذين الخادمين؟ فنستنتج من ذلك حب الصبي لاكتشاف عالمه. كان مطمئنا أن الدنيا تنتهي عن يمينه بهذه القناة، كل ما يلي استنتاج في الفقرة ما عدا خوف الصبي من العالم المحيط. لكنه كان يخشى كثيرا من الأهوال قبل أن يصل إلى هذه السمكة. إيه مقصود بالأهوال؟ هتبقى كل ما صبر، يعني هو خايف من الأمنية، من الحاجات اللي ممكن تقابله، اللي هي يقابله تماسيح، يقابله مسحورون، يقابله أسماك طوال عرال. وهو يذكر أنه كان يستطيع أن يتقدم يمينا أو شمالا. طب بعد كده بيقول يمينا أو شمالا، نستنتج الحكمة التالية، ودون أن يخشى العدويين فده بيقول بقى العدويين وسعيد وامرأته، نستنتج الحكمة التالية اللي هي دوام الحال من الإيه؟ من المحال. الفصل الثالث أسرتي، اللي هو كان بيتكلم عن عدد الأسرة بتاعته. أول سؤال كان ترتيب الصبي من أشقته، إنه قلنا خامس أحد إيه؟ خامس أحد عشر. كان ترتيب الصبي بين أبناء أبيه سابع ثلاثة عشر. كان شعور الأم تجاه الأطفال الصبي تتسم بيه، تتسم بالرحمة والرأفة. كان الصبي يجد من أبيه تعامله شيء رفقا مع بعض الإهمال. كان الأم تعامل الصبي برأفة ورحمة، لكنه أحيانا كانت تهمله وتقسو عليه. الطريقة التي كان يتعامل بها إخوة الصبي إيه؟ الاحتياط والحذر. استنتج ما يلي ما يدل من احتياط كان حس